اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن احمد عبد الفتاح ازيك يا ابو كباتن كابتن اسلام اهلا بيك إيه؟ واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي كله و... كويس الحمد لله كله تمام الدنيا تمام والامور كويسه الحمد لله الاهلي كسب الزمالك في ال... في الطايره في الطايره اتفرجت على شويه اه اتفرجت على شويه شدوني كده شويه في ال... خلي بالك ماتشات الطايره والسله والهاندبول والحاجات دي بتبقى ماتشات صعبه اصعب بالكوره اكيد طبعا خلي اكيد اكيد لانه كلها قريبه جدا قريبه جدا من بعض والماتشات التنافسيه دي بتبقى ماتشات حلوه الحقيقه أكيد. وتحب تقعد تتفرج عليها وتتبسط أه. وعندنا الحقيقه في الطائره تحديدا الماسترز دول واخدين كل حاجه تقريبا اكيد يعني. اكيد طبعا بقى موسم مواسم طويله جدا الطائره احنا متزعمينها و... الموسم بس اللي فات كده حصل فيه اهتزاز شويه لكن ان شاء الله السنه دي كده بدات هي الحمد لله وبنتائج ايجابيه و... وربنا يسهل في جميع الالعاب ان شاء الله يا رب ان شاء الله كابتن خليني ابدا معاك في بمباراه المصري مباراه المصري مباراه مهمه مباراه صعبه مدير فني محترم مدير فني عنده تكتيك عالي وفي نفس الوقت عنده حماسه عاليه كابتن حسن طبعا كابتن اكيد كابتن حسن حسن وبالتالي هي دائما بتظل مباريات صعبه اكيد طبعا عارف ان المباراه اللي فيها كابتن حسام حسن اكيد كابتن حسام حسن هو وجوده في النادي الاهلي انا عاصرت كابتن حسام بيلعب في النادي الاهلي حتى في التقسيمه كانش يحب يخسر فالمباراه بالنسبه لنا صعبه جدا لان بيوصل كابتن حسام بيوصل الروح للاعيبة المصري حقيقي. بقلب وروح ان هما المباراه بمشاكل مختلف تماما يعني وحتى كمان سيبك من ان المصري بس اي فرقه بتلعب النادي الاهلي كابتن اسلام الموضوع بالنسبه لهم مختلف مظبوط واحنا موجودين من النادي الاهلي من زمان كله بيتكلم في النقطه دي اي فرقه بتيجي تلعب النادي الاهلي المواضيع كلها بتختلف م. فالمباراه كابتن حسام بعد خسارته لاسوان كسب مباراتين كسب الداخليه المباراة اللي فاتت كسب الاتحاد ستة بونت كانوا مهمين جدا اه ماتش حلو جدا اه حلوة أوه. حلوة جدا ف... على الرغم ان هو دايما كابتن حسام بيقول ان عنده نواقص كتيرة ويعني و... هو اه كان بيتكلم في تدعيماته وده الطبيعي انه لو جاي... جاي على الفرقة مش هو العمل اللي عمل التيم فعنده طموح ان هو يوصل المصري حقيقي ل... لحتة كويسة كله بيفكر دلوقتي في المركز الرابع كابتن حسام طول عمره مع المصري في مواسم كتيرة جدا لعب في بطولة افريقيا وبيفكر في الحته دي في ظل التدعيمات اللي هو بيفكر فيها الفتره الجايه لكن احنا برضو عندنا دوافع وحوافز حاجات كتيره جدا بنفكر فيها كفرقه النادي الاهلي طبعا الموسم ده عندنا طموح ودوافع ان احنا ان شاء الله نرجع للبطوله بتاعتنا اللي احنا المحبوبه بالنسبه لنا الدوري العام الاداء شويه بشويه في تحسن ده طبيعي ان في نتائج ساعات بتبقى نتائج سلبيه ونتائج ايجابيه الدوري طويل لكن احنا لازم نصبر شويه كجمهور النادي الاهلي مش عايزين نضغط شويه على الجهاز الفني على اللعيبه لكن انا شايف ايجابيا الموضوع كله انا شايف نتائج ايجابيه على الاقل مفيش خساره الحمد لله لحد دلوقتي من ساعه الجهاز الفني الجديد لما جه اول الموسم لكن احنا ساعات بيبقى في قلق شويه وده طبيعي القلق الموسمين اللي فاتوا خلينا اي نتيجه حتى لو تعادل بتوصل ان احنا قلقانين شويه لكن اتمنى ان شاء الله ان احنا ندي الثقة للعيبة ندي الثقة للجهاز الفني وإن شاء الله الأمور هتبقى أفضل. كيف ترى هذه المباراة من الناحية الفنية؟ الأهلي من الممكن جدا بنشوف تغييرات كثيرة بيعملها مارسيل كولر على الجانب الآخر كابتن حسين برضو تغييراته بسبب الإصابات يعني كيف ترى هذه المباراة؟ احنا برضو احنا عندنا مشاكل عندنا مثلا محمد عبد المنعم المباراة اللي قبل فاتت حصل إجهاد وبدأ محمد عبد المنعم يعني يجري في الملعب مش عارفين هيبقى متواجد في المباراة أو لأ. لكن انا كنت مع حضرتك في برنامج هنا في اول الموسم واحنا بنتكلم على سكوت بتاع النادي الاهلي قلت لك احنا ما عندناش مشاكل في حت... في اماكن كتيره جدا يعني محمد عبد المنعم موجود في ياسر ابراهيم بيلعب جنب آآ آآ محمود متولي. محمود متولي عندنا مشكله ربنا يشفيه طبعا اكرم توفيق محمد هاني هو دلوقتي عامل مراد جيده جدا عايزين عايزين كجمهور النادي الاهلي ندعم محمد هاني محمد هاني لعيب كويس جدا ولعيب كرة هايل بس بقاله ما, ما شاء الله حاجه حاجه جميله فعايزين احنا ندعمه ونديله ثقه، محمد هاني من لعيبه كويسه جدا، مع صفقه خالد عبد الفتاح اللي هي جايه من سموحه فدي حاجه كويسه جدا، عندنا في ناحيه الشمال معلول، عندنا في اي حته في الملعب وجولنا في نص الملعب لما جينا اتكلمنا في الاول عندنا ديانج، حمدي فتحي، السوليه، وجينا الصفقه اللي هي المهمه جدا الرابع، تمام اي فرقه كابتن اسلام لازم يبقى فيها اربعه فيندرات. حلو. حل. احنا كان عندنا ثلاثه في الاول، احنا جبنا الرابع مروان عطيه لاعب مميز جدا من الاتحاد. فبقينا بقى أربعة ديفندر فبقى عندك مشكلة في أي مكان آه ربنا يشفي كريم فؤاد اتعور حسين الشحات ركب وقدم مباراة أنا شايف المباراة اللي فاتت آه أداء جيد جدا لحسين الشحات آه رجع صورته لجماهير النادي الأهلي وطمأنينة المصالحة اللي حصلت بين قفشة وجمهور النادي الأهلي برضه المباراة اللي فاتت بيحرزوا هدف جميل حاجات حاجات ايجابيات جدا إيجابية. حصلت حصلت الفتره اللي فاتت صحيح فالدور الكبير اللي عمله عمرو السوليه واحرزوا هدفين في مباراه ام بي برضو من النتائج اللي خلت السولاي برضو يرجع في حته التهديف دي فحاجات كتيره ايجابيه هتخلينا في المباراه عندنا ثقه واحنا داخلين المباراه م. عندنا ثقه المكسب عندنا دوافع ان احنا نقدر نحافظ على القمه عايزين نبعد عن المنافس التقليدي بتاعنا احنا دلوقتي فرق خمسة بونت عايزين نبعد كمان طول ما انت بتكسب ما بتبصش تحتيك طول ما انت بتكسب ما بتبصش تحتيك اتمنى ان احنا نفكر في المكسب المباراه الاخرى ومهم قوي التوفيق يا رب ان شاء الله يكون التوفيق معانا